السلام عليكم. اليوم نهضروا على تراموي تاع مستغانم، واللي عرف بعد ما عرف تأخر لقرابة العامين بسبب فسخ العهد العقد مع الإسبان. الآن راهو يعرف المراحل الأخيرة نتاعو، حيث أنه تم حاليا في هذه الأيام القليلة الماضية الانتهاء من الأشغال بالشطر الثاني نتاع واللي تتراوح طوله إلى 9.5 كيلومتر، بعد ما تم التجارب الأولى في الشطر الأول اللي كان على امتداد 2.5 كيلومتر باتجاه حي سالاموندر. الآن الخط الممتد نحو خروبة وجامعة خروبة انتهت الأشغال به، إذن وليكتمل الخط الكامل بمسافة 15 كيلومتر في انتظار إن شاء الله الامتدادات الجديدة في المستقبل، يعني لي زيكستونسيون اللي راح يكونوا في المستقبل. وما هو يعني الخاص بالذكر أنه فيه محطة للسكك الحديدية نتاع مستغانم اللي راهي متصلة يعني بالمحطات نتاع الترامواي. وهذه المحطة احنا نعرفوا باللي القطار في مستغانم غير موجود باتجاه العاصمة، يعني لكن فيه خط نتاع مستغانم يؤدي إلى محمدية. إذن فيه إن شاء الله في المستقبل خط سوف يربط مستغانم بالطريق، يعني الخط السكك الحديدية الشمالي تاع وهران الجزائر العاصمة. إذن يكون فيه ربط مستغانم بهذا الخط الشمالي، وكذلك ربط كذلك إذن كما قلنا خط تراموي بسكك الحديدية. وهنا نشوف في المكان وين راه السكك الحديدية مربوط بالخط نتاع التراموي، لكن الأحبة لو داروا هنا في المنطقة هذه وين يتلاقاو الخط السكك الحديدية بخط التراموي تكون فيه محطة ملتي مودال كبيرة ومغطية، ويعني بالمقاييس العالمية بالمحلات التجارية وكذا وكذا وكذا، ما يكونوش زوج خطوط هكذا متلاقيين وخلاص، تكون فيها يعني نوع من المحطة ملتي مودال كبيرة شوية، وتكون فيها يعني مصالح اللي تلائم المسافرين اللي تخص المسافرين. إن شاء الله في المستقبل تكون فيها انستاسيون ملتي مودال كبيرة في مستغانم لتربط السكك الحديدية بالتراموي وكذلك بالحافلات وكذا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.